احنا مؤسسة كبيرة وعريقة، احنا عندنا العمال على مستوى الجمهورية 27 مليون عامل. العمال لهم مصلحة بان القيادات العمالية تكون موجودة في مجلس النواب القادم عشان التشريعات والقوانين اللي تخص العمال ومصالح العمال. فاحنا عايزين ناخد قرار حاسم النهاردة ونعلنه، والرأي مفوض ليكم جميعا. احنا متقدمين 150 فرد حاليا، 150 اللي متقدمين على ان هم ينزلوا فرد ب 420. احنا نامل من ربنا سبحانه وتعالى وقيادته العماليه انها تقف ورا الناس المرشحه. اتحاد عمال بيمثل الطبقه العامله في مصر، وزي ما احنا بنقول بنتشدق بالكلام ان احنا لينا 5 مليون عامل. كنا عملنا قايمه سميناها قايمه اتحاد العمال. دلوقتي خالد عبد العزيز عدى، احنا بنقول الوقت عدى. خد بال حضرتك يا ريس، خالد عبد العزيز وهو حوار صحفي اول امبارح قال انا بطالب الشباب. يا اخوانا عايزين بس نقول نتفق على حاجه، احنا مش هنعمل قايمه دلوقتي. لا يا ريس هتنفع ازاي؟ بس فن، بس عشان الصحافه بتاع كده هتنفع ازاي؟ الحصول على اكبر مقاعد تمثل العمال داخل البلد. اذا بس عشان الصحافه بعد كده بس. اذا طيب الموافقه على عدم وجود قائمه للاتحاد ومع القائمه الوطنيه، واحنا هندعم مرشحنا في الفرد. انا لو نزلت فردي انا وهنزل مع اي حزب من الاحزاب، هذا الحزب هيدعمني تمام. الاتحاد العام هيعمل لي ايه؟ هيجي بقى يحضر معايا المؤتمرات؟ مش هو ده اللي انا بدور عليه. انا النهارده راجل موجود في دايره ممكن اصرف لغايه 1,000,000 جنيه تمام. الحزب اللي انا هخش معاه هيصرف معايا، هيديني 200,000-300,000 هيصرف هو تمام. لازم الرؤيه تبقى واضحه قدام الكل كده، لازم نبقى فاهمين بدل ما نيجي نخش في موضوع وفي الاخر نطلع صفر اليدين. احنا اتحاد عمال مصر مش عايزين نخش في حاجه ونفشل فيها. يا جماعه احنا بنلعب في الوقت الضايع، الانتخابات بدات خلاص وبدات من شهرين ثلاثه على الاقل. احنا جايين بس نلحق على بعض ونبيع كلام؟ لا يا جماعه، احنا عاوزين نوضح امورنا كويس قوي زي ما قال مجدي. كل واحد عارف اتجاهه فين، اذا كان عارف داخل فرد داخل قايمه داخل هو على اي اتجاه. احنا الاتحاد الظلم.